بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات طلبة جريب 1، النهاردة هناخد درس جيومتري البوليجونز. البوليجون لما نيجي نعمل له ديفينيشن، البوليجون از ثلاث كلمات سيمبل كلوزد لاين. شايف الثلاث كلمات دول هم المميزين للبوليجون. سيمبل closed line. closed line زي ايه مثلا؟ اهو ادي ده كده بنقول عليه بوليجون، تمام؟ ده كده بنقول عليه بوليجون اهو. طيب ده بوليجون وده بوليجون، جميل. ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ هو لهم اسماء؟ طبعا لهم اسماء. البوليجون ده اسمه الكونفكس بوليجون، وده اسمه الكونكيف بوليجون. طب انا بعرف الكونفكس والكونكيف ازاي؟ الكونفكس بوليجون بتبقى الانجل بتاعته اكيوت اور اوبتيوس سمولر ذان 180، اما الكونكيف الانجل بتاعته ماشي تمام اكيوت اور اوبتيوس. نيجي بقى على الانجل دي كده، في وان اوف انجل از ريفلكس انجل، في الحالة دي نقول عليه كونكيف. يبقى الكونفكس كل الانجلز بتاعته اكيوت اوبتيوس ماشي سمولر ذان 180، اول انجلز اهو اول انجلز بتاعته بتكون سمولر ذان 180. لكن هنا بيكون في وان انجل اور مور، يعني ممكن واحده او اكتر، بتبقى جريتر than greater than 180، يعني بتكون reflex angle، يعني ده بيحتوي على reflex angle اللي هو concave polygon. يعني لو جيت سألتك بقى سؤال وقلت لك example كده بسيط، put concave or convex under the following. هنا مثلا ده كونكيف ولا كونفكس؟ ده مثلا ده كونكيف ولا كونفكس؟ ده مثلا كونكيف ولا كونفكس؟ دوت كونكيف ولا كونفكس؟ طبعا ده كونفكس، ده ايه؟ كونكيف، ده كونفكس، ده كونكيف. يبقى كده انا ميزت ما بين الكونفكس والايه والكونكيف. ليه هنا كونفكس؟ اكيوت انجل اكيوت انجل اكيوت انجل اور اوبتيوس انجل، ما فيش اي مشكله، سمولر ذان 180. برضو هنا اكيوت، هنا اكيوت، هنا اكيوت، ولكن الانجل دي لا، دي ريفلكس انجل يبقى كونكيف. هنا برضو كون ريفلكس انجل يبقى كده ايه؟ كونكيف، تمام. طيب انواع البوليجون ده. نمبر 1، بوليجون كونتين 3 انجلز، بنسميه ايه؟ قال لك بنسميه ترينجل، يبقى ده كده ترينجل. نمبر 2، بوليجون كونتين 4 انجلز، وده قول زي ما انت عايز تقول بقى، ممكن سكوير، ممكن ريكتانجل، ممكن رومبوس، ممكن باراليلوجرام، ترابيزيوم، اشكال كتيره جدا في الايه في الفور انجلز. بيقولوا عليه اسمه ايه بقى الحاجات دي كلها كده؟ بيقولوا عليها اسمها كوادراليترال. كوادراليترال الفور انجلز بيقولوا عليه اسمه كوادراليترال. نمبر 3، بوليجون contains 5 sides او 5 angles. 5 angles بيقول عليه اسمه ايه؟ هنقول عليه اسمه بنتاجون. بوليجون نمبر 4، بوليجون contains 6
انجلز بيقولوا عليه اسمه ايه؟ قال لك بيقولوا عليه اسمه هيكساجون. هيكساجون وهكذا بقى وانت ماشي الاسماء ايه كتير. طيب هناخد اول رول عندنا the sum of interior angles of any polygon is equal n minus 2 multiply 180. ده الرولز اللي بيجيب لي، ده الرول اللي بيجيب لي 180، ده الرول اللي بيجيب لي sum of any polygon sum of interior angle of any polygon. number 1، لو انا عندي triangle النمبر اوف انجلز هيبقى ايكوال كام؟ ايكوال 3. طيب يبقى السم بتاع الانجلز هيكون ايكوال كام؟ 3 ماينس 2 ملتبلاي 180. يعني شلت الان وحطيت مكان منها مين؟ 3. يبقى 3 ماينس 2 1 1 ملتبلاي 180 يدينا 180. نمبر 2، لو انا عندي كوادريلاترال quadrilateral any four angles any four sides او angle any polygon contains four sides four angle، يبقى هنا السم هيكون equal كام؟ n minus 2 by 180، يعني هيكون هنا equal 4 لان ال n عندنا هنا كده ال number of angles، n equal كام؟ equal 4. يبقى 4 minus 2 multiply 180 يعني equals 360. بعد كده البنتاجون، بعد كده البنتاجون، البنتاجون بتبقى النمبر اوف انجلز بتاعته ايكوالز كام؟ ايكوالز النمبر اوف انجلز بتاعته ايكوالز 5. تمام. وبالتالي لو انا عايز اجيب السم اوف انتيريور انجل اوف بنتاجون هتبقى ايكوال ان ماينس 2 multiply 180. يعني معنى كده ان السم هيكون equal 5 minus 2 multiply 180 equals 540. الهكساجون عايز اشوف السم of angles في الهكساجون ال n equal كام؟ equal 6. ال n equal 6 السم of angle، القانون بيقول n minus 2 multiply 180 يبقى s equal هنشيل ال n ونحط 6 اللي هما number of angles 6 minus 2 multiply 180 هتطلع النتيجة equal 720 degree. ده مجموع مين؟ مجموع ال angles بتاعت الايه؟ بتاعت الهكسجون. طيب يجي لي سؤال يقول لي complete the sum of interior angles of pentagon equal not the sum of interior angles of hexagon equal not. ده الإجابة بتاعته كنت أنا لسه مجاوب عليها من شوية فوق. تمام. السؤال الثاني ممكن يجيني يقول لي in the given figure عندي شكل بالمنظر ده كده، ده 120 ده 100 وده 130. ده 130. هنا الشكل اللي قدامنا دوت 120 degree and 130 and 90 and x. الشكل اللي قدامنا دوت قال لي find الاكس، عايز اجيب الفاليو اوف اكس الانجل دي. طبعا هنا لما نعد مع بعض ادي 1 2 3 4 5، يبقى اول حاجه في البروف بتاعنا هنقول فيها ايه؟
n equal 5 يعني ده بنتاجون 1 2 3 4 5 n equal 5 اهو الاس equal 5 minus 2 multiply 180 اس equal الاس equals 3 multiply 180 equal 540. نيجي بقى نقول له الاكس كده يبقى الاكس هتكون ايكوال 540 minus ونفتح bracket نسجل الناس اللي جوه دول كلهم plus 120 plus 100 plus 130 plus العلامة دي معروف من زمان قوي ان العلامة دي علامة الانجل 90 degree يبقى هنا 90 degree هتكون النتيجة equals 130